رايكم ايه في المصطلح ده؟ رايكم ايه تجديد الحياه الزوجيه دكتور عمرو؟ هو في الحقيقه الناس بتجدد البيت عشان هي عايزه تجدد الحياه. يعني الناس فاهمه غلط. مش عارفين يجددوا الحياه فبيجددوا النقاشه. بيتلككوا. وهناك في الارشاد الزواجي بعض الاجراءات والاليات والتكتيكات اللي احنا بنعلمها للناس ان فيها جزء منه تجديد الاساس او تغيير الشكل ده، بس ما بنبقاش قصدنا ان الناس تغير المنظر، لكن احنا بنبقى قاصدين ان الناس يصونوا العلاقه الزوجيه. احنا عندنا شويه حاجات لازم نعرفها، ان مش بس المهم والواجب الشرعي ان انا انشئ العلاقه، لكن كمان ولذلك الناس فاكره الميثاق الغليظ هو ان انا اتجوز وانشئ العلاقه. لا، ده الميثاق الغليظ بيظل ميثاقا غليظا، ويكون صيانه العلاقه واجب شرعي. فصيانه العلاقه الزوجيه واجب شرعي بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمر المهم جدا إن إحنا بتواجهنا في مسألة صيانة العلاقة شوية أمور. الأمر الأولاني إن في أسباب بتؤدي إلى شوية ظواهر، أول ظاهرتين قريبين من بعض. حاجة اسمها الصدأ الزواجي والتسوس الزواجي. الصدأ الزواجي دوت إن يحصل إن الجواز يبهت ويبتدي الحركة بتاعته ما تبقاش مستقيمة. يعني إيه؟ يبتدوا بعد ما كانوا بيقولوا كلام حلو بسهولة، الكلام الحلو يتقل على اللسان. يبقى في حاجة. إيه الحاجة؟ إن حصل حالة من حالات عدم الصيانة، فحصل صدأ زواجي وحصل تسوس زواجي. أو الناس ما بتغسلش دايما العلاقة الزواجية بإن هي تشقر على إن العلاقة مثلا نظيفة من كل التراكمات ولا لأ، فيحصل بقى جير ويحصل تسوس زواجي. تسوس بعد شويه، بعد التسوس، ما اصل الحكايه ما بتسكتش على كده، ما هي المشكله ان هي بتستمر. بعد التسوس الزواجي يحصل تاكل بقى زواجي. تاكل زواجي اللي يحصل نسحب من الرصيد والعلاقه تقل، وتبقى مساحه الجواز اللي بيننا مش مساحه بقى كل الحياه، لا، مساحه الفلوس انت، ويبقى المساحه بتقل في الجواز، فيحصل التاكل الزواجي. اخر حاجه بقى بيحصل حاجة اسمها التبوير الزواجي، تتحول المسألة إلى بور. إيه اللي يحصل بور بقى؟ إن إحنا ما نقدرش نصلح بقى، بنوصل إلى حالة عدم إمكانية الاستصلاح. وليه سميته التبوير؟ لأن الكلام ده ما حدش يفتكر إن إحنا الناس ذنب. إحنا قاعدين والله، عارف أنت إيه اللي حصل؟ الأرض بارت وإحنا ما عملناش حاجة، لا 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 خالص. ولذلك أنا دايماً بقول لهم مش ممكن تبور مع الوقت، يقول حضرتك لا مش مع الوقت، مش جفت مع الوقت. انا دايما بقول للناس انتوا ما تخلوش العلاقه الزواجيه علاقه زواجيه في مجال معين. الجواز متعدد الوجوه، ولذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. انا فاهم حرث لكم حاجه تانية خالص، ان العلاقه بينك وبين زوجتك هي كالحرث، تحتاج الى صيانه. لما بيكون عندنا زرع، انت لو سبت الجنينه بتاعه بيتك من غير رعايه، ايه اللي هيحصل؟ انت ما عندكش حاجه. لا، انت واجب عليك ان انت تعمل حاجه، واجب عليك ان انت تصون العلاقه الزوجيه. اذا صيانه العلاقه الزوجيه واجب شرعي، وهناك اشياء تحدث اذا احنا لم نقم بالصيانه. والصيانه بقى ليها عمليات وليها ادوات يمكن نتكلم عنها، بس خلينا ناكد على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان صيانه العلاقه الزوجيه ما بنتولدش بيها. يعني ايه ما بنتولدش بيها؟ هي محتاج وعي خاص كسائر العلاقات. تمام.